السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة. وبعد غياب طويل الحمد لله رجعنا، ما قطعنا على البحر والله موجودين، لكن الفترة اللي فاتت كنت أشتغل على لقيت معايا سوق معلش كمل الموضوع بعدين. براخ ما شاء الله ما شاء الله تبارك نبغى نمتعكم وباخذ انبسطوا معانا. يلا الله كريم ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عدم الدليل انا حتى استفتاح ما قدرنا نستفتح. يلا هذه هي الزبده زي ما يقولوا. يلا خليكم معنا تابعوا، ان شاء الله تكون حلقه جميله باذن الله. حياكم الله، واول حاجه اعتذر جدا صراحه اني ما نزلت مقاطع الفتره اللي فاتت. صراحه كنت جدا مشغول، كنت ارتب دوره بحريه للي مهتمين في الصيد وحاب يتعلم حبه حبه، وحاب يتعلم يعني في منصه مستقله يمشي فيها خطوه خطوه. العموم اليوم مولع الادراك، ان شاء الله تكون حلقه جميله، وراح نتابع مع بعض ان شاء الله اليوم حلقه ان شاء الله حلوه وجميله للي يحبون الشغل الثقيل وشغل الضواريك. طبعا من الاساسيات في صيد الادراك انه احنا لازم نستخدم سردين الباح الجديد اللي من بحر طالع، هذا مهم جدا في صيد الدراك. هنبدأ نشك السردين بالطريقة هذه. قد شرحت عنها في مقطع سابق لي نزلته تقريبا قبل سنتين. يلا ونقول بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، حجم محترم. هذه كنية ما شاء الله تبارك الله، هذه الصفر ثنايا صفرة. تبارك الله.
هذا ما نبغى، هذا حرج ان شاء الله. فيه ابغى ذراك، اذا مو ذراك ما نبغى. يلا مع السلامه. طبعا بما انه الصيد تعبان لازم اسوي حق العشاء. هذا التجهيز حق العشاء. يلا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. سمك الشعور، خبز بر، وليمون، وجرجير. هذا عشانا لليوم. طبعا بعد ما خلصنا صلاة الفجر الحمد لله، قلت لازم في الصباح نجرب نصيد الدرك بطريقة المشهورة. طبعا هنا استخدمت ماكينة اسمها توين باور، مقاس 14000 على قصبة الكاستينج، والمجرور كان من شركة ربانا. هذه حبة بياض صليخ، وهذا النوع ممتاز في الأكل، مقلي، مشوي، في الفرن، على مستوى. هذه حبة ثانية بياض صليخ ما شاء الله. من الضربة حسيت انها ذيراك، وسحبة الذيراك مميزة. كنت قريب من الكسارة، وكنت لحالي ولازم أعدل القارب والسمكة معايا. طبعا هنا كنت أنتظر السمكة توقف شوية عشان أسحب الخيط، لأنه ما ينفع السمكة تشد وأنا تشد، راح ينقطع الخيط. فلازم تصبر شوية لين تهدي السمكة وبعدين تسحب بسرعة. تبارك الله الحمد لله. ومن الأشياء المهمة في صيد المجرور بالنسبة للذراك أن يكون الخيط تبعك طويل، يعني فيه 400 متر 500 متر، لأن الذراك الكبير ما راح يعطيك فرصة، راح يسحب 200 متر بالشكل ما تتخيل صراحة، سريع جدا في السحب، وممكن يخلص عليك بكرة فيها 200 متر في ثواني. ما شاء الله تبارك الله. هذا الثاني على المجرور الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حياكم الله في الحلقة الثانية. تفاعل اليوم إن شاء الله، إن شاء الله أكثر من أمس بإذن الله. يلا نبدأ نجهز أغراضنا ونجهز أمور التوليع إن شاء الله. يلا إن شاء الله تكون حلقة جميلة كمان. هذا هو الحمد لله ان شاء الله تبارك الله. الحمد لله. يلا حلاوه حلاوه، هذا حق المقلي. يلا يا ربك علي. الحمد لله. قبل شوي كنت اصور فك، سبحان الله واحد.
الله الله ما اداني فرصه هذا ما شاء الله. تعال يا بابا تعال. الله تبارك الله والله يا واحد ما شاء الله تبارك الله الحمد لله هذا ما شاء الله زين ما شاء الله استغفر الله انا شغلت كاميرا فك زين ما شاء الله الحمد لله والله فكينا جنب البوت هذه كنية ما شاء الله ما شاء الله يلا يا رب ما شاء الله تبارك الله يا رب فك ما شيء مو طبيعي اليوم كله مية مية الحمد لله هذه الحصيلة لبعض الصيد اللي صدته الحمد لله توفيق من الله ولأني عارف في الموسم الحمد لله وقت الموسم وهذا الأشياء كلها أنا شرحتها في الدورة اللي موجودة تقدر تدخلها في الرابط الموجود في الأسفل كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا تنسونا من دعمكم إذا عجبكم المقطع ارسلوا لحبايبكم استودعكم الله ونشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية في أمان الله مع السلامة